كونترول دو لا دونسيتي دو الالكتروليت. دونك ما بين لي كونترول اللي كندير في الباتري هو كونترول ديال الدونسيتي دو الالكتروليت. اشنو هو الالكتروليت؟ الى عقلتو قلنا الالكتروليت كيتكون من لو بلس لاسيد سيلفيريك، وكنعرفوا بان الدونسيتي ديال لو يعني الكثافه ديال الماء هي واحد، ولكن الالكتروليت ما فيش غير الماء بوحدو، فيه الماء بلس الالكتروليت بلس لاسيد سيلفيريك. هذاك لاسيد سيلفيريك هو اللي كيزيد ليه في الدونسيتي ديالو. وشفنا في رياكسيون شيميك مني الباتري كيبدا كيديشارجا شنو كيوقع؟ هذاك لاسيد سيلفيريك او السفر كيمشي كيلصق في لي بلاك، وكيخلي في الوسط ديال الباتري يعني كوم الالكتروليت كيخلي تقريبا غير الماء. يعني شحال ما ديشارجا الباتري كتبدا كتنقص الدونسيتي، لان كيبقى لينا في الباتري الداخل فقط تقريبا غير الماء، والكثافه ديال الماء تقريبا هي واحد. دونك لوتي اللي كيسمح لينا بهذا الكونترول، هذا اللي كنقدر ندير به هذا الكونترول، هو واحد لوتي اللي كيتسمى باز اسيد، هو هذا. دونك هاد لوتي هذا كيسمح لينا باش نعرفو ليطا دو شارج ديال الباتري غير من خلال الالكتروليت، يعني كنعبرو من الالكتروليت هو اللي غادي نشوفو دابا. وهذا كيعطينا بريسيزيون كتر من الفولت ميتر. الفولت ميتر كيعطينا شارج ديال الباتري يعني ديال لي زيليمون كاملين، يعني كيعبر لينا ما بين لي زيليمون كاملين، ما كيحددش لينا اش من اليمون اللي فيه المشكل. باغ كونتخ هاد البيز اسيد كنقدر نعبر به اليمون باغ اليمون، كما شفنا في الفيديوهات الاولين بان كل اليمون، هذاك الاليمون اللي كيعطينا 2.2 فولت، كل اليمون كيكون فيه الالكتروليت ديالو قلنا كيكون ايطونش على ليليمون الثاني، فقط كيدفن بيناتهم هذيك لانتركونيكسيون اللي كدوز غير الكورون الكتريك مي ما كدوزش الالكتروليت. دونك هاد البيز اسيد مناش كيتكون؟ كنلقاو فيه واحد البوار الفوق، البوار هي اللي كنقدر بها كنأسبيري، ملي كتبرك عليها وكتطلقها كيقدر هذا كيأسبيري شي شويه ديال الالكتروليت. هاد البارتي هي الكور ديال هاد البيز اسيد، وكيكون فيه واحد الفلوتر، هاد الفلوتر كتلقى فيه واحد الارقام حنا غادي نشوفوهم هنا على حساب لي بيز اسيد. كاين اللي كتلقى فيه ارقام، كاين اللي كتلقى فيه غير الوان دي كولور، وعاده باش كتلقى مع هاد البيز اسيد كتلقى لي دوني اللي عاطي الكونستركتور كل لون شنو كيعني. وهنا كاين هذا التيب داسبيراسيون، هاد البارتي هي اللي كتدخل في الباتري الداخل باش كنقدر ناسبيري داك الالكتروليت. دونك هذا كنسميه بيز اسيد. كيفاش كنخدم به؟ دونك كيكون عندنا الباتري وكيكون عنده دي بوشون، هما هادو. دونك لاحظوا معايا هنا كاينين 6 ديال لي بوشون، يعني هذا باتري ديال 12 فولت، كل اليمو عنده بوشون ديالو. كنفتح هاد لي بوشون هادو كاملين وكندخل البيز اسيد بحال هاد الشكل هذا، كنفتح هاد لي بوشون كاملين وكندخل البيز اسيد اللي هو هذا، كندخلو في كل اليمو بوحدو كومسا. ملي كندخلو كنبرك على هاديك البوار وكتطلق، ملي كنطلق شنو كدير؟ كتاسبيري من الالكتروليت، وهداك الالكتروليت كيطلع في الكور ديال البيز اسيد وكيدفع لينا داك الفلوتر، يعني هذاك الالكتروليت كيطلع الفلوتر الفوق. هاد الفلوتر شحال كيطلع؟ على حساب الدونسيتي ديال الالكتروليت، والدونسيتي كيف ما قلنا راه كتحدد شحال الشارج ديال الباتري. هاد البيز اسيد كتكون معاه واحد لي دوني ديال الكونستركتور اللي كيحدد لينا كل فالور اشنو كتعني. لاحظوا معايا هنا كاينه 1.10، 1.12، 1.14، 1.16 وهذا هكاك، وهذا هو المفتاح ديالها. لاحظوا معايا هنا شنو كيقول لنا هذا الطابلو، هذا كيعطينا ليطا دو شارج دو لا باتري، يعني واش 100% ولا 80% ولا 60%، يعني كيعطينا بالبورسنتاج. كيعطينا الدونسيتي سبيسيفيك، يعني الدونسيتي ديال لي زيليمون، هاد الدونسيتي هي هاد الفالور اللي كتكون عندنا مكتوبه هنا في الفلوتر. وعندنا طونسيون او روبو، يعني شحال غادي تكون تقريبا طونسيون ديال الباتري، يعني الا كان الباتري مشارجي 100% راه غالبا كتلقاها في 12.6 12.7
هي الطونسيون، شحال ما بدا الباتري كيديشارجا طونسيون كتبدا غادي وكتنقص. دونك كيف ما قلنا الا بغيت نكونترولي هاد الكونترول شنو كندير، كندخل الفلوتر في واحد من لي زيليمون وكنبرك على البوار كيطلع الفلوتر وكنقرا هذيك الفالور اللي تعطاتني. فين كنقراها؟ كنقرا فين وصل الفلوتر مع هاد الالكتروليت. لاحظوا معايا النيفو ديال الالكتروليت كيفاش كيطلع وكيهبط ملي كنبرك على البوار. شحال هنايا الا بغيت نقرا هادي، دوك النيفو ديال الالكتروليت هو هذا اللي كندير هنا، يعني واصل تقريبا لواحد فاصلة 14. الى مشيت لهنا 1.14 تقريبا فين جات، ها هي هادي هي 1.140، كما عارفين ان ما غتصفر كانه ما كاينش. دونك هنا الباتري لي طا دو شارج ديالو تقريبا 20% طونسيون، الى عبرت بالفولت متر غادي تلقى تقريبا 11، يعني هاد الباتري هذا راه ديشارجي اولا الالكتروليت ديالو الدونسيتي ديال الالكتروليت ديالو هابطه بزاف، يعني السوفر تقريبا مبقاش في الالكتروليت، مشى السقف في الاطلاق. هنا في هذا الكونترول هذا قلنا باش كيكون احسن من الكونترول ديال الفولت متر انني كنعبر بالاليمو بالاليمو، هذا الدون سيتي هذه اللي تعطاتني راه غير ديال هاد الاليمو نيميرو ان. نفس الكونترول نعاودو حتى في لي زيليمو الاخرين باش نبغي باش فاش نبغي نكونترولي ليليمو الثاني، ماشي نهزو هكا البيس اسيد عامر بلا سيد ديالو ونديه الاليمو واحد اخر، لا هذاك الالكتروليت اللي جبت من داك الاليمو نرجعو لنفس الاليمو، نبرك على البوار نهزها غير واحد شي شويه ما نخليهاش داخله لداخل، لان الا خليتها لداخل واخا نبقى نبرك ونطلق دائما كتبقى كتجر، نهزها واحد شي شويه ونبرك على البوار باش هذاك الالكتروليت كامل يهبط، ارجع لليليمو اللي كان فيه وندي البوار الدوزيام اليمو ونعاود الكونترول من جديد، نبرك على البوار ونطلق، ملي كتطلق شنو كيبقى كيتجر الالكترونيت. لاحظوا معايا هنا، هنا يلا عندنا 1.10، 1.10 يعني تقريبا 10%، هاد ليليمو الدونسيتي ديالو قل من ليليمو اللي حداه. لاحظوا معايا هذا باش كتكون لا بريسيزيون ديال هاد البيزاسيد مزيانه. نمشي للثالث حتى هو نفس الشيء، نبرك على البوار كيطلع ليا الفلوتر. دونك لاحظوا معايا هاد لي ليمون نيميرو 3 شحال عندنا، عندنا وصل الفلوتر عند 1.15. لاحظوا معايا مشينا ل 1.15 او ل 1.16 تقريبا 40%، يعني هاد لي ليمون هذا احسن منهم كاملين، ونفس الشيء كنبقى نعاودو فيهم كاملين. لي ليمون نيميرو 4 هنا عندنا 1.12، دائما نرجع الالكتروليت نفس البلاصه اللي كان فيها 1.14، ودائما نقارن مع وكنشوف هذوك لي زيليمون كاملين كيفاش مدير. انا ردوا البال من هاد الالكتروليت راه خطير شي شويه باش ما يقيسكش الجلد ديالك او لا يقيسك الحويجات ديالك او لا يقيس الصباغه ديال الطوموبيل، من الاحسن ايفيتي هاد الحويجات هذا. دونك هذا هو كونترول ديال الالكتروليت او الدونسيتي ديال الالكتروليت بهاد ليليمون اللي كنسميوه باز اسيد. هذا كنا كنستعملوه فقط في الباتريات اللي كيكون عندهم لي بوشون كيتفتحوا، واللي ما كيتفتحش راه كيكون سون اونتروتيان، يعني ما عندك ما تكونترولي في الالكتروليت.